فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذي ينقر الصلاة ولا يطمئن في أركانها هل يقال بأنه كافر لأنه لم يصلي؟ هذه صلاة المنافقين، صلاة المنافقين، بئس صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها، هذه صلاة المنافق. نعم.